متابعين معكم طبعا بسيترس على الهواء. هلا فقره خاصه بالسيدات والمجوهرات، عم نقدم لكم مجموعه كثير حلوه من الساعات الرائعه جدا مون جرانديو. الساعات مميزه ليش؟ لانه اثنين بواحد، يعني عم نقدم لكم ساعات وبنفس الوقت قطعه من المجوهرات السيده بتقدر تلبسها. وخليني اذكركم طبعا انه هي ضمن فرصه الاسبوع 7 دي ديل عم تحصلوا عليهم بسعر رائع جدا، بس 99 دولار امريكي بدل 124 دولار امريكي. ومثل العاده موجوده معي هيك خبيرة الساعات واللي بتعرف أكثر بالساعات، جمانة. أهلا وسهلا فيكي معنا جمانة، شو أخبارك؟ جمانة بتعرفي اليوم الساعات مجموعة بتعقد وهيك كولكشن كتير حلوة. عنا باللون الأول طبعا الساعة باللون الأول طالعة معنا اللي هي السيلفر، خليني اشوف اللي هي السيلفر رقمها 667-01، وايضا عم تحصل عليها ضمن فرصة الأسبوع 99 دولار أمريكي بدل 124 دولار أمريكي. خلينا نتابع بالساعة الثانية الموجودة معنا، وهي أيضا كمان الأولى شفناها اللون الذهبي، هلأ اللون السيلفر كمان فرصة الأسبوع 99 دولار، والأخيرة بالروز جولد ورقم المنتج 667-01 بس 99 دولار أمريكي بدل 124 دولار أمريكي ضمن فرصة الأسبوع. طيب جمانة شفنا هيك الساعات على السريع، شو رأيك فيهم؟ صراحة اليوم عم نقدم ثلاث ساعات جدا مميزين، مو بس بالتصميم وأيضا حتى المواصفات جدا كواليتي وعالية، فيها فكره انها بتجمع بين البريسلت وايضا بنفس الوقت هي ساعه، رح نحكي بالتفاصيل اكثر بعد شوي. خلينا نبدا باول ساعه موجوده معنا وهي باللون الذهبي طبعا، خليني هون احط لكم اياها. الساعه باللون الذهبي اللي نحن شايفينها عنا مثل ما عم نشوف الساعه مميزه، ليش؟ لانه هي عم يعني اخذي موديل الساعه وبنفس الوقت موديل السواره، يعني السيده بتقدر ترتديها بشكل كثير انيق. عم نشوفها هون مطليه بالذهب عيار 18، وكمان عم نشوف انه قالب الساعه من جوا او الكيس تبع الساعه هون كله في بقلبه الكيوبيك زيركونيا. طبعا تفاصيل اكثر مع جمانة وكمان مع نيلما، حتطلع علينا نيلما لبستها على الجلابيه، خبرينا اكثر عن تفاصيل هذه الساعه جمانة. مثل ما حكيتي قبل كوثر الساعه باللون الذهبي، طبعا هو مطلب الذهب عيار 18 ايراد. طبعا نحكي انه المينا الموجود عندنا اللي هو بالشكل الدائري عم بيكون ماذر اوف بيرل، يعني ماذر اوف بيرل يعني احنا عندنا المينا بيعكس لون جدا جميل وايضا بيحمي الساعه من انها من اي خدج ممكن تتعرض له. عم نشوف الارقام الموجوده جوا هي ارقام بالرومان، والاحجار الموجوده جوا كمان هي احجار بزر كونية. جمانة طبعا بس انتم عم تكملي بدي بس نشوفها على الموديل شوي هيك، نفوت كلوز على ايدها لحتى نشوف الساعه قديش حلوه مع الجلابيه، انه السيده بتقدر تلبسها باناقه كمان. كملي انت قلتي لي على موديل الساعه. موديل الساعه هلا عندنا بتختلف الساعه عن الساعات الثانية لأنه الستراب تبعها مو ستراب عادي، ممكن إحنا يعني مثل ما عم نشوف في عنا زي الليف ديزاين، يعني مثل ورق الشجر عم بيكون عنا لون الأبيض مع الكريستال الموجود على المينا وأيضا على الستراب، جدا لوك رائع وكلاسيك وما بتأيدنا بلبس انه اذا نلبسها بنهار او بالليل، فينا نلبسها بتمشي مع اي لوك ومع اي وقت. وحتى هي كثير حلوه لمعتها، يعني كيف ما فتلت ايدها السيده بتقدر تعطيها هاللمعه، بتعطيها هذا الرقي. الساعه عن جد ملفته، يعني هذه ورقه الورق الشجر اللي نحن شايفينهم عليه قديش حلوين، بنفس الوقت كيف جامعينها مع المينا تبع الساعه مع او الكيس تبع الساعه، هذا كله عاطي لوك كثير حلو. كمان نحن عم نحكي على ساعه على البطاريه او سويس كوارتز موفمنت، وهي شيء كتير هيك عملي وبناسب كل طبعا الأعمار. وأيضا خليني أرجع أذكر الساعة الأولى اللي عم نشوفها مع نيلما على الجلابية هي باللون الذهبي، كمان فينا نحن نلبسها بأكثر من طريقة، يعني أنا سبق وحضرت لكم هيك أكثر من طريقة فيكم تلبسوها. عم نشوفها على العباية طبعا العباية التقليدية، عم نشوفها على الجينز الكاجوال هيك السيدة إذا هي رايحة على الدوام، كمان عم نشوفها على فستان عشاء أو سهرة بيلبق كثير الساعة اللي نحن مقدمينها، وكمان مع نيلما على الجلابية. ثانك يو نيلما. طبعا الساعة الأولى اللي شفناها باللوك اللي نحن شايفينه أو الساعة باللون الذهبي، خليني أذكركم برقم المنتج 667-01 عم تحصلوا عليها بس ضمن فرصة الأسبوع ب 99 دولار بدل 124 دولار أمريكي. خلينا ننتقل للساعة الثانية السيلفر الموجودة عندي هون، وكمان هي عم نحكي عن ساعة بنفس المواصفات، ساعة رائعة جدا وأيضا هيك عم نشوف قديش، خليني أفرجيكم إياها هون قديش الساعة حلوة، ليكو قديش هيك تفاصيلها رائعة جدا. كمان عم نحكي عن نفس الديزاين والساعة كيف ما فتلتها السيدة بتعطيها هيدي اللمعة الحلوة، كل هول الأحجار هو من الزيركونيا وأيضا هيك كلهم شغالين عليها هاند ميد، ليك هيك كأسوارة ما أحليها. وأيضا إذا بدنا نقلبها كساعة
ليكو هذا الجمال اللي موجود بالساعة. خلينا نشوفها مع شيرين لنحكي تفاصيل هيدي الساعة أكثر مع جمانة. خبريني عن هيدا اللون جمانة، عن هيدي الإطلال اليوم. طبعا حتى غير حجار الزركون اللي حكينا عنهم، كمان الكريستلز عم نشوفها كيف مرصعة بالكريستل، عم تعطينا لوك جدا كلاسيك. وأيضا طريقة لبس الساعة بنلبسها بطريقة جدا سهلة، قد هي بريسلت ووتش بنفس الوقت. وأيضا إذا بدنا نزيل الساعة بنزيلها بطريقة جدا بسيطة، على الرغم من إنه السيدة ما بتحتاج إذا حبت إنها تغسل إيديها ما بتحتاج إنها تشيل الساعة، لأنه الساعة ضد المي لحد عمق 30 متر، وكل الساعات الموجودة معنا اليوم عليها ضمان لمدة سنة. كمان عم نشوفها نحن ملبسينها اليوم لشيرين على إكزيلا، قديش هالجلابيات حلوين مع الساعة، وعاطي لوك كتير حلو لإيد السيدة. هي مش بحاجة تلبس أبدا خاتم أو حتى هيك سوار مع الساعة، لأنه هي اثنين بواحد. مزبوط. عم نحكي على ساعة وإسوارة بس ب 365 ريال سعودي، يعني سعر ولا أحلى من هيك ضمن فرصة الأسبوع. طبعا هو نحن إذا بدنا ننزل على السوق ونشتري ساعة لحال وإسوارة لحال بتكلفنا مينيموم 700-800 ريال، بينما هون مع بعض سعر بس 99 دولار ضمن فرصة الأسبوع. كمان لحتى هيك نعطيكم فكرة أكثر، حبينا نفرجيكم أكثر من لوك للساعة الفضية مثل ما حنشوف هلا. كمان عم نقدر نلبسها على العباية، طبعا كمان على الكاجوال، على الاوتفيت الكاجوال للدوام، وكمان على الجلابيه اللي طبعا نحن بنقدمها بسيترس تي في. عم نشوف قديش اللوكات متنوعه، والساعه بتروح مع كل الاوقات كل الايام وشو ما كانت المناسبه لإلك. ثانك يو شيرين. كمان عم نقدمها بضمن فرصه الاسبوع بس 99 دولار امريكي بدل 124 دولار امريكي. الساعه الثالثه واللي هي انا لبستها وهي بالروز جولد، فرجيكم عليها شو ما احلاها. ساعة كثير حلوة ومميزة، ليكو ما احلاها، ليكو هاللمعة اللي فيها. اللمعة اللي فيها عن جد حلوة الساعة، وعم نشوف طبعا هالتصميم الرائع جدا. هلا خلينا كمان نشوفه مع نيلما ونحكي أكثر عن هيدي الساعة. كمان الساعة الثالثة اللي معنا إياها باللون الروز جولد، لون مميز كمان، في كثير سيدات بحبوا هيدا اللون. عم نشوفها على العباية والشالة قديش حلوة الساعة. كمان الحلو فيها انه السيدة بتقدر تتحمم فيها او تتوضى فيها، لانه بتروح ل 30 متر. مزبوط. وبتتحمل معها. وايضا مطلية بالذهب الروز جولد بإيراد 18. طبعا اللوك جدا رائع، عم نشوف احنا التصميم جدا رائع اللي هو الستراب اللي مكون من زي هيك ستايل الورق على الشجر الليف، وايضا انها هي بريسلت ووتش بنفس الوقت، فبتغنينا عن انه نلبس اي اكسسوار ثاني، وما بتأيدنا مثل ما حكينا قبل انه نلبسها بنهار او بالليل، بتمشي مع اي ستايل، بتمشي مع اي وقت خلال اليوم. ونحن شفنا يا جمانة، يعني شفنا الجلابيه، شفنا الفستان، شفنا التيب العادي، شفنا العبايه والشيله، عن جد قديش حلوه، عن جد قديش بتلفت النظر السيده هيك لما تكون لابستها، كيف ما تحرك ايدها الكل حيطلع على الايد وحيسالها من وين هيدي الساعه المميزه. كمان الساعه هيدي قدمنا لكم اياها بلوك هون وهي العباية. أنا قبل حضرت لكم ثلاث لوكات كمان لهيدي الساعة، شفناها طبعا بلوكات مختلفة، هون بعدنا عم نشوفها على نيلما، بينما هون شيرين كانت موجودة معنا وأخذنا لها لوك اللي هو شوي للميتينجز، للميتينجز هيك الفورمال. عم نشوفها قديش كمان مناسبة على الجلابية بتروح وعلى الفستان السهرة بتروح، يعني شو ما كنت لابسة بتروح الساعة. الساعة مناسبة لكل الأعمار، السيدات وحتى الفتيات الصبايا هيك اللي بحبوا يتميزوا، لأنه بالفعل هي ساعة مميزة. والأهم من هذا كله أنه اثنين بواحد وبس ب 365 ريال سعودي أو تقريبا 366، يعني بالضبط 99 دولار أمريكي. ثانك يو جمانة. شكرا لك. ثانك يو عن جد على هالمشاركة، وأكيد كل ما يكون في ساعات حتكون جمانة موجودة معنا، إن كان رجالية ولا إن كان للسيدات. خليني على السريع أتذكر أنا وأنتم الجلابية، سوري مش الجلابيات، الساعات اللي أنا قدمت لكم إياها. الساعة الأولى باللون الذهبي اللي شايفينها سوا على الشاشة هي رائعة جدا، الساعة الثانية باللون الفضي، وكمان الساعة الثالثة المطلية بالروز جولد عيار 18، وأيضا الساعة الثالثة عم يجوكم ضمن فرصة الأسبوع بس 99 دولار أمريكي بدل 124 دولار أمريكي. 66701 رقم الساعات اليوم. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.